توضح آخر خرائط الطقس والتنبؤات العددية إلى احتمال امتداد أخدود لمنخفض جوي على شمال السلطنة خلال الأيام الثلاثة المقبلة اعتبارا من مساء الغد إلى يوم الثلاثاء، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة. شرطة عمان السلطانية تفتتح في يناير الجاري عددا من مراكز تقديم خدمات الشرطة في عدد من ولايات السلطنة، تنفيذا لخطتها الرامية إلى التوسع في إقامة مراكز الخدمات، وتفتتح أول هذه المراكز غدا في ولاية السويق. اليمن تؤكد قيام مسلحين مجهولين باختطاف أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئاسة اليمنية من أحد شوارع العاصمة صنعاء، حيث اقتيد بعد خطفه إلى جهة غير معلومة. منظمة التعاون الإسلامي تفكر جدياً في مقاضاة الصحيفة الفرنسية شارلي إبدو على خلفية إعادة نشرها الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول عدد أصدرته بعد الهجوم الذي شنه متطرفون عليها الأسبوع الفائت. منتخبنا الوطني ينهي مشواره في كأس آسيا بفوز شرفي على نظيره الكويتي بهدف دون رد في الجولة الثالثة، ليحتل بذلك المركز الثالث في المجموعة، حيث ودع المنتخبان البطولة من دورها الأول.